ازيكم يا مواليد برج السرطان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج السرطان ليوم السبت 30 اكتوبر تشرين الاول 2021. النهارده بيبدو وكأنك بتقف امام مشكلات مش هتقدر تتغلب عليها، لكن بقولك ما تيأش، فقد عليك انك تغير منظورك للاشياء، تشوفها من طريقة مختلفة، وعندئذ هتلاقي الحلول واضحة جدا امامك. حاول تغير نظرتك للامور، وبقولك ما تخافش، انك ممكن انك تطلب النصيحة في حياتك الخاصة المتقلبة بشدة في الوقت الحالي. ما تتكسفش واطلب النصيحة بكل قوة. يجب انك تتعامل مع التقلبات غير المتوقعة بهدوء، وتحاول تستفاد منها وما تخسرش حاجة فيها. بتحتاج انك برضو تسترخي النهاردة، حاول انك تاخد استراحة بعيدا عن مسؤولياتك، واستمتع ببعض الوقت الخاص مع احبائك، او ممكن انك تقرأ كتاب بتحبه، او تستمتع بحمام مريح مع نفسك كده. مهنيا لليوم هتشعر بضرورة مواجهة الحقائق للأسف، وهذا يكون في مصلحتك. إذا كنت واثق بقدراتك المهنية والفكرية، فما تقلقش إنك تواجه الحقائق، لأنك هتقدر تتغلب عليها بكل قوتك. عاطفيا المحافظة على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك ممكن إنه تؤدي إلى الروتين الممل في علاقتكما، وده مش في مصلحتكما للأسف. حاول انك تجدد في علاقتك عشان ما تحسش بالملل كل فترة والتانية. صحيا بتعيش اليوم من الراحة الجسدية بعدما قررت التخلي عن العمل الإضافي اللي بيرهق صحتك. طالما انت تعبان، حاول انك تتخلى عن اي حاجة ضغط على صحتك زيادة، حتى لو كان ده شغل زيادة، عشان ترتاح جسديا شوية حاول انك تسيبه الفترة. توقعات العلامة الاولى مواليد 21 يونيو الى 2 يوليو. على الصعيد الجسماني والعقلاني انت تشعر بانك بصحة جيدة، وانت متفق مع ذاتك. انت بتستمتع بالامور اللي بتقوم بيها، وبتريد اقتسام هذه التجارب مع من هم قريبين منك، وهذا شيء جذاب ومثير للسعادة لمن هم حولك، ومن شأنه أنه يعزز العلاقات القديمة والجديدة على حد سواء. سوف تتيح لك هذه العلاقات التأييد الذي ستحتاجه عند شعورك بعدم الثقة. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 يوليو ل 12 يوليو. مع طاقتك وحماسك اللذان اكتشفتهما حديثا، الوقت الآن جيد للبدء في اكتشاف فرص جديدة قد تؤدي إلى تجارب مثيرة. لا تنسى، لكن توخى الحذر حتى لا تدخل في مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك. إذا حدث ذلك، فسوف تواجه الكثير من المهام غير التامة التي قد تصبح التزاما عليك. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 يوليو إلى 22 يوليو. إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرا ولا تستطيع الوصول إلى أي قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء في ضوء أوضح. أنت تشعر بالتوازن الكافي الذي يمكنك من حصاد الخير كنتيجة لأي قرار تتخذه. أنت الآن قادر أيضا على رؤية المشكلات من منظور مختلف، وقد تجد حل وسط يقبله جميع الأطراف. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.